أنا خون وره دق للحرب الطبل فتح الرياض أنا لها ولعيونها معزي وخوياه من فوق الابل اللي على الهجاء تجي. احنا الآن في المرحلة الثانية بعد ما تلقينا الطلب من صاحب المناسبة بوجود فائض للأكل، توجه فريق جمعية خيرات كما تشاهدون إلى المناسبة لفرز اللحم الصالح للأكل واللحم الغير صالح، وكذلك فرز الرز الصالح عن الرز الغير صالح. بعد ما يتم فرزه ووضعه في الأواني الخاصة فيه، يتم نقله إلى موقع الجمعية ووضعه في ثلاجات مخصصة لنقله مباشرة إلى الرياض لتوزيعه على المحتاجين. كما هو واضح الآن تم فرز اللحم في القدور هذه، اللحم صالح ولحم غير صالح. الآن يتم فرز الرز في الأواني المخصصة له كما تشاهدون، بعد ذلك سيتم نقله إلى الثلاجات المجهزة للجمعية. كما تشاهدون الآن سيتم نقل اللحم إلى الثلاجات المخصصة بالجمعية. بعد أن تم نقل الأكل إلى مقر الجمعية يتم الآن وزنه لعمل الإحصائيات. كما تشاهدون يتم وزن الرز الصالح للأكل، بعد ذلك وضعه في الثلاجة التي سيتم توجيهها للرياض ومن ثم توزيعه إلى المحتاجين. الآن يتم نقل اللحم ووضعه في المكان المخصص لفرز وتقطيع اللحم، وبعد ذلك يتم فرز بين لحم صالح ولحم غير صالح ليتم نقله إلى المحتاجين. كما تشاهدون يتم تقطيع اللحم وفرزه بين لحم صالح للاستهلاك الآدمي ليتم نقله إلى الرياض، واللحم الغير صالح يتم نقله إلى المستودع الخيري بجمعية عنيزة لإعادة الاستفادة منه في أغذية بعض الحيوانات. كذلك يتم فرز الشحوم عن اللحم، وكذلك يتم نقلها إلى المستودع الخيري بجمعية عنيزة للاستفادة منها. الشبك الأصفر مخصص للحم الغير صالح وكذلك الشحوم، أما الشبك الأزرق فهو مخصص للحم الصالح للاستهلاك الآدمي الذي يتم نقله إلى الرياض. الآن يتم نقل اللحم الغير صالح إلى السيارة المخصصة له، يتم نقله إلى المستودع الخيري بجمعية عنيزة لإعادة الاستفادة منه كأغذية للحيوان.